وصلتني رسائل كتيرة من المغرب مبارح واليوم، طلبوا فيها جواب. قال ليش الطفل ريان مات؟ بعد كل الصلوات وكل المحاولات الطفل مات. بالبداية اسمحوا لي احكي فصحى بهاللايف، لانه اهل المغرب ما كتير بيعرفوا العربي العامي، واسمحوا لي اتوجه بأحر التعازي لعائلة الطفل ريان. ربنا يعزي قلوبكم وقلوب أهل المغرب وقلوب كل مين صلى من أجل هذا الطفل. طبعا ما رح اتداول الموضوع كإعلامية من ناحية أنه ليه الأنفاق بالمغرب، لماذا يوجد هذا العدد الكبير من الأنفاق الغير مبرر الذي يقع فيه الأطفال شهر بعد شهر وعام بعد عام. هذا الاستهتار والتسيب الموجودين في معظم الدول العربية، لماذا؟ فلن أتطرق لماذا هذا اليوم، أتطرق لموضوع آخر وهو محور السؤال. سألني كثر لماذا لم تستجب الصلوات؟ ليس فقط الصلوات، صلوات المغرب. يقال أن جوامع أي مساجد الوطن العربي بأكمله رفعت أصواما وصلوات لله لينقذ هذا الطفل، ولم تبقى آية في القرآن إلا وقرأت من أجل هذا الطفل. فلماذا لم يسمع الله لصلواتهم؟ وأضيفكم العلم بشيء آخر، انقسم أهل المغرب لقسمين، قسم يصلي لهطول المطر لأن المغرب تعاني من جفاف شديد وخطر جدا، قسم آخر قال لا تصلوا من أجل الاستسقاء لأن التربة لن تتحمل والطفل ربما يموت. وانقسم أهل المغرب المسلمين قسمين، قسم يصلي من أجل الاستسقاء والمطر، وقسم آخر يصلي من أجل الطفل ريان. ولا المطر هطل ولا ريان عاش، لماذا؟ هذا السؤال أريد اليوم أن أوجهه لكل مسلم مغربي بالدرجة الأولى وعربي أو مسلم بشكل عام. انسى أنني مسيحية، فكر بعقلك وقلبك دقيقتين فقط، لماذا إله المسلمين لا يستمع لهم؟ هذا السؤال يفطر القلوب. المسلمون هم أكثر المتدينين في العالم فروضا، الدين الإسلامي هو أكثر دين في العالم كله يضع الفروض والطقوس وأتباعه ينفذونها في الطرقات والشوارع وأصوام وفروض صلاة وقيام ليل وقيام نهار وأمور لا تقوم بها معظم الأديان الأخرى. ونجد المسلمين حول العالم الأشد بؤسا، الأكثر نسبة فقراً، الأكثر نسبة جرائماً، الأكثر نسبة ممن يموتون غرقاً وهم يهربون من الدول العربية، الأكثر نسبة من الذين يعانون التشرد وعمالة الأطفال والتسول في الشوارع، الأكثر نسبة. هاتي أعطيني مثلاً طفل واحد مسيحي موجود في مخيمات اللاجئين يموت من البرد اليوم، لا تجد، ولكنك تجد آلاف وربما ملايين المسلمين حول العالم بين حدود الدول يقصدون الهرب، وفي كل يوم يموت آلاف آلاف الأطفال مثل ريان. لماذا؟ الأهل يصلون ويصومون وملتزمون، لماذا؟ هذا السؤال سأله لي بعض الأصدقاء من المغرب ويريدون جوابا، وهذا السؤال الذي سأله معظم المسلمين في قلوبهم، ولكن ربما لا يجرؤون على سؤاله علنا، يخافون من تهمة التكفير. دعني أقول لك شيئا، لو أن لك إلها يسمع لكان استجاب. مرة أخرى، لو أن لك إلها يسمع لكان استجاب، استجاب لدموع الأمهات والأبهات، استجاب لوقوف الآلاف في الشوارع يصلون. اليوم أوجه دعوة، وهذه الدعوة دعوة محبة من قلبي. انتبه، أنا لست من الشامتين بالأديان الأخرى، وأتمنى كل الخير لكل الناس،
وأتمنى الخلاص لكل الناس، ولكن إعمال العقل واجب على البشر. إن كنت أصلي وأصوم وأحب إلهاً حباً من طرف واحد وهو لا يستجيب ولا يسمع، يجب أن أتوقف عند هذا الأمر، يجب أن أسأل لماذا. هل فكرت يوماً ما أنك ربما تتبع إلهاً هو ضد الإله الخالق؟ يقولون لك إلهك هو الله الخالق، ولكن من أدراك؟ كل الأديان تدعي أن إلهها هو الحقيقي وهو الخالق، ولكن البوذيين حكما لا يعبدون الإله الخالق الذي نعبده نحن. الهندوس لا يعبدون الإله الخالق الحقيقي. كل الأديان تدعي. كيف نميز من الإله الحي؟ الإله الحي والذي يسمع ويصغي ويستجيب، وإن دعاه أحد يلبي النداء، صحيح؟ من هنا أريد اليوم على كل مغربي على وجه التحديد ومسلم عموما، لماذا المسلمين رغم كل فروضهم وصلواتهم هم الأشد بؤسا في العالم؟ لماذا إله المسلمين وكأنه غير موجود؟ هذا السؤال يجب أن تطرحه. قمت بتحدي قبل 3 سنوات، وهذا التحدي كان مفصليا لأنه كان سببا في خلاص آلاف المسلمين. قلت للمسلمين: عندما تصلي أريد أن أوجه تحدي. هذا ما قلته قبل 3 سنوات، وهذا ما أكرره اليوم. أريد أن أوجه تحدي لكل مسلم، أنك عند الحاجة، عند مرضك وشدتك، عندما تنتهي الحلول على الأرض، صلي وقل: أطلب باسم الرب يسوع المسيح، أريد كذا وكذا. صلي واطلب باسم يسوع المسيح بإيمان. إن تحققت طلبتك ستدرك حينها أنك عشت عمرك مخدوعاً بإله أصم أبكم، لا يتكلم ولا يجيب ولا يسمع ولا يصغي. أنك وآباؤك وأجدادك ربما ضحكوا عليك. يؤلمني جداً المسلمون. لماذا؟ المسيحي ولد في النور، ولكن منهم من اختار ألا يتبع النور، اختار هو بإرادته الإلحاد أو الظلمة أو عبادة الأوثان أو إلى ما هنالك. ولكن يوجد مسيحيين كثر حول العالم يتمتعون بالخيرات والبركات والعز وكل ما يشتهيه الإنسان على الأرض، ولا يقومون ولا بربع الفروض التي يقوم بها المسلم. لذلك أتكلم اليوم بحرقة وألم. أنا وضعت نفسي مكان كل مسلم ومسلمة. من المؤلم جدا أن يصحو الإنسان على أكذوبة كبرى يعيش فيها. وأضيفك أمرا آخر: إن كان الله لا يسمع لك على الأرض، كيف تضمن أن لك الجنة؟ إن كان هو غير مجيب، أقنعوك أنه يبليك بالشرور وأن المؤمن مبتلي، وهذه أكذوبة كبرى. لماذا الإله الخالق الجمال والصحة والمعطي الكمال والكامل يريد أن يبتلي عبدا فقيرا يصلي ويصوم له؟ كيف لإله عادل أن يفعلها؟ فاليوم فكر وتعقل. وتقولون: استفتي قلبك ولو أفتوك. استفتي قلبك، وهذا التحدي مفتوح اليوم وغدا وإلى الأبد، لأن الإله الحقيقي، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنت لا تعرفه. هذا الإله هو الذي أرسل ابنه يسوع المسيح، وبه تم كل شيء وأعطانا الخلاص، ونحن شهود لمعجزاته.
لا تخيب ركبة ركعت باسم يسوع المسيح. شاهد معي ما حصل قبل 5 أشهر. الطفل الذي اسمه أنطونيو في غابات أستراليا ضاع لمدة 3 أيام. ركعت ركب ساجدة تحمل الصليب وصلوا باسم يسوع المسيح واستجاب. تم إنقاذ طفل لا يعرف مكانه، طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، طفل كان بنسبة 99% في الغابات يجب أن لا يخرج، وأخرجوه سالما. فلذلك هي دعوة لك، لأن الرب الإله الحقيقي أنت تركع وتصلي معطي له القفا، هو خلفك، أنت متوجه لإله آخر، لضد الإله، لضد الخالق، فتوقع أنه هو من يبتليك بالشرور والسوء، لأننا لو كنا نعبد الشيطان كنا سنتوقع أن نطلب الصحة والخير لأولادنا فيميتهم، فكيف تتوقع أنك تعبد الإله الخالق فتطلب الصحة والإنقاذ لطفلك فيميته؟ أصلي أن تصل الرسالة للجميع، وتحدي مرة أخرى، عندما تحتاجون حتى لو كنت على دين آخر، ثق أن الرب الإله الخالق الذي خلقك منتظرك، منتظر عودتك، منتظر أن تتوجه إليه بركبتك الخاشعة وبصلاتك وبصومك، لا لضد الإله. عندها ستدرك معنى أن تكون ابنا وأن تطلب باسم يسوع المسيح فيستجاب لك. وهذا تحدي علني حتى لغير المسيحي، أطلب بإيمان باسم يسوع المسيح مهما بلغ طلبك ومرضك وصعوبة أمرك، وستنال، لأنه هو وعد وقال، وهو الأمين منذ البدء وإلى الأبد. هو قال: إلى اليوم لم تطلبوا شيئا باسمي، أطلبوا تجدوا. أمين. ربنا يعزي قلبكم مرة تانية. تبقوا بخير.